السلام عليكم متابعي قناة Just Do It. لابد وأن الجميع يعرف الذرات ومكوناتها، الإلكترونات البروتونات والنيوترونات، لكن اليوم سنتحدث فقط عن النواياس، أي البروتونات والنيوترونات. هذه الأجسام الصغيرة دون الذرية لها فضل كبير في تواجد هذا الكون الشاسع. يمكن أن نرصد سكرها في كتلتها، حيث أن كتلة البروتون 1.67261 × 10^27 كيلوغرام، في حين أن كتلة النيوترون تبلغ ما يقارب 1.67492 × 10^27 كيلوغرام، أي أن النيوترون أثقل بشكل طفيف من البروتون تقريبا بنسبة 1.00137 × 10^87 القياسات. هذا الاختلاف بين كتلتيهما طفيف، لكن له أثار خطيرة، لأن الكتلة هي نوع من الطاقة حسب قانون أينشتاين الشهير. الطاقة تساوي الكتلة في مربع سرعة الضوء، ومنه فإن النيوترون يمتلك طاقة أكبر بكثير من طاقة البروتون. قد يبدو ذلك ليس له أي أثر ولن يؤثر في شيء، لكن هناك مبدأ عام في الطبيعة يقول بأن نظم الفيزياء تميل للتواجد في أقل حالات الطاقة عندما تتواجد منفردة. تبع لذلك سوف يتحول نيوترون منعزل في 15 دقيقة إلى إلكترون، بروتون وأنترينو، وهي عملية معروفة باسم إضمحلال شعاع بيتا أو بيتا ديكاي. والسبب الوحيد في بقاء بعض النيوترونات هو أنها ربطت نفسها بالبروتونات بعد دقائق قليلة من الانفجار العظيم. إذن لو افترضنا أن البروتون أثقل من النيوترون بتلك النسبة، أي العدد مرة أخرى، فستحدث كارثة لا محالة. في ظل تلك الظروف سوف تتحول البروتونات المنعزلة إلى نيوترونات وإلكترونات وليس العكس، وستفقد بعض البروتونات بسبب ارتباطها بالنيوترونات. لكن أين الكارثة إذن؟ حسنا، لنتخذ مثالا بسيطا. الهيدروجين أبسط عنصر كيميائي لا يمتلك نيوترون للاستقرار، لتتكون ذرات الهيدروجين من مجرد بروتون وإلكترون. وعليه ففي العالم العكسي لن يتواجد الهيدروجين ولا أي نجوم مستقرة ذات عمر طويل التي تستخدم الهيدروجين كوقود نووي. يمكن أيضا أن تتكون عناصر ثقيلة مثل الكربون والأكسجين المتواجد بداخلها، فبدون البروتونات لم يكن الماء ليوجد، أو بصيغة أخرى الحياة ككل. ذكرتم الآن أهمية تلك النسبة؟ إن الكون الذي نعرفه بما في ذلك وجودنا به يتوقف بشكل دقيق على القيمة المحددة للنسبة بين كتلة البروتون والنيوترون، هذه النسبة مرة أخرى. فهل هذه النسبة مجرد ضربة حظ توقف عليه مصير هذا الكون الشاسع؟ أم أنها ستنقل إلى شيء آخر؟ أكثر عمقا.